افعالك بالاساس هي اصلا سبب المرض. لو مش عاجبك تنفيذه المفروض انت تتحرك. هرب ومرض جوه عقل الشاب اللي اتضرب تحت تصبيط مكتئب عايش بيحلم بالفرج. الاكتئاب ده مرض مش حاله ولا مود واصل بربع شبابنا بالارقام والشهود. اساسا انا عايز اسالهم من الاول سؤال، كلكم متحمسين عشان الماتشات صح؟ لا في ناس مالهاش في الكوره. طب هسال سؤالين بس وهنرجع تاني. هو مين هنا اهلاوي؟ تحية كبيرة أوي للأهلاوية. أنا أهلاوي عن نفسي، بس مبروك للزمالك البطولة، وشاري زملكاوي وتحية كبيرة للزملكاوية. يلا بينا. الفرح ده من الجماعة وما يقص منا واحد. الزعل كده أنا صف كلمة كتو. الزعل ما بيني ما دي كلمة أنسي كنت زول. أي نفسهم ما بيننا كلمة كان بقول يا تعامل. أي وعينا كنا روابط الوسط والقرايب. أنت كنت واحدة تقول أو كنت جاي. وفتحت لما نجاح كان بيتنسب فيه. شفت نجاح نجاح ليا وانتصار. اسأل عليا حد يقولك عمره في المطار. مؤمن إن التأثير هيبدأ فينا. حط طهر نفسي بدل ما نحرق المدينة. تاني النجاح ولادي الشهرة وجمالها. وقابلت ناس كتير رخيصة رغم كتر مالها. على قد ما في الشهرة جمالها شفت فيك العجب. شفت اللي بيغير مبادئه على آخر الطلب. وشفت اللي كان حبيبه فجأة ليه عليا اتقلب. اتلقط بجيل من حكاية. بعد مين السبب؟ بعد مين السبب؟ كله ايده فوق. بس انا عايز اقول بس حاجة، ان احنا اكبر منكم يمكن بكتير، اكبر من ناس كتير من الحاضرين، بس مش يعني محدش بيكبر على اهله. اهلك هيفضلوا وراك وهيفضلوا يفرحوا لما يشوفوك بتعمل حاجه وبتنتصر ويسقفوا لك. ممكن يبقى في اختلافات في فتره معينه في حياتكم، بس في النهايه هم اكتر ناس هيبقوا لكم اكتر من اهلك. الحرب سوء زياده يا صاحبي. طب ايه العمل؟ رغم المجازفه بالورق مطمن للطريق. صديق وللسفر صديق. لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر. يا فارس انتحار ازاي نفسك تكر. اهواني هتعديها زي في مركب سيد. ما تقولش الموج هيشيلني وما اي كلام تعيد. مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي. مش هقدر انا موجي عالي وانت عندي غالي وبتقدر.